إيش اللي يمنعك الآنك تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ تخيلت الأجر؟ ما الذي سكب في ميزانك من الحسنات؟ ماذا لو كررتها؟ ماذا لو كان يومك كله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ والله المحروم من حرمها. تخيلوا الأجر بس، ونهاية اليوم كم من الحسنات أصابتك، وانشراح صدر وهدوء وسكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن.